السوري على أن يتعدى الأمور اللي كانت ظهرت في الشوط الأول في نحن عاملين هذا التجمع بكافي على البال حتى نقدر المنتخب السوري المتواجد هون بتصفيات كأس العالم. طبعا هاي أول فرصة قوية ليكون المنتخب السوري أول مرة بكأس العالم. طبعا نحن عملنا هذا التجمع قبل أسبوع، تواصلنا مع الناس ونشرنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحتى نقدر نجمع بهذا المكان ونعمل شيء حلو، يعني يفرجي الناس ان السوريين حابين يعيشوا، حابين يفرحوا، حابين يطلعوا من الحزن اللي عاشوه بالسنوات الماضيه. طبعا بالاضافه كمان فرحتنا ما بتكمل غير بانتصار المنتخب المصري اللي عنده ماتش مع اوغندا. طبعا كمان بعد ماتش سوريا وايران حنتابع الماتش بتاع مصر وغانا، مصر واوغندا عفوا، لحتى نآزرهم ونشجعهم لانه هذا المنتخب مصر هو منتخبنا الثاني ان شاء الله بعد سوريا. نتمنى التوفيق للمنتخبين. هاي الماتش كان حلو، الدقيقه 44 كده، بعد كده إيران سجلت فينا، بس إن شاء الله هيرجعوا يسجلوا. وإحنا كل ماتش عندنا الأجواء دي في ماتشات سوريا طبعاً، وفي ماتشات مصر عشان مصر مشاركة أكثر كأس العالم وأفريقيا ما شاء الله عليكم. ربنا كمان يوفقكم النهارده في الماتش بتاعكم، ونسمع خبر حلو لسوريا ومصر. حسام حسن في نادي بانانوس، المجموعة الأخرى اللي حصل فيها المنتخب المغربي السوري بفوز منطقة الجزائر.